ومن الجزائر عبر الأقمار الصناعي ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد مزابه. سيد أحمد، إذن العملية التي بدأها الجيش الجزائري منذ تقريبا أسبوعين أسفرت اليوم عن ضبط مخبأ للأسلحة، كيف تقرأ هذا التطور بداية؟ دعيني أقول أن الجيش الجزائري لم يقم فقط بضبط هذه الكميات من الأسلحة بناء على العملية التي تم إطلاقها منذ 11 جويلية 2018، وإنما مسلسل حجز كميات معتبرة، ودعيني أقول ترسانات كبرى من الأسلحة على المحاور الجنوبية أو على الحدود المتاخمة لدولة مالي، هي تقريبا بشكل شبه يومي أو على الأقل قال أنه في الشهر هنالك بيانات تؤكد على أنه فيه محاولات اختراق للحدود. فبالتالي نحن نتحدث على أن الجيش الجزائري اليوم في إطار تنفيذ استراتيجيته الأمنية التي صاغها منذ 3 سنوات، هي تعمل على انطلاقا من مبدأ العمليات الاستباقية والاستغلال الأمثل للمعلومات الاستخباراتية والتنسيق المكثف مع دول الجوار في إطار محاربة الظاهرة الإرهابية، انطلاقا من واقع المنطقة المضطرب والذي يشهد مجموعة من التحديات الأمنية. محاولة اختراق الحدود، إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل كبير جدا. سيد أحمد، كنت تسمعني. تحدثت حضرتك عن محاولات اختراق الحدود حسب المعلومات الاستخباراتية، هناك محاولات لاختراق الحدود الجزائرية ومالي، يعني هل هذا فقط فيما يخص مالي؟ لأن هناك عملية عسكرية شاملة الآن فيما يخص الجزائر بالنسبة لحدودها مع ليبيا، مع تونس، مع موريتانيا، مع مالي، مع النيجر، يعني هل هذه عملية روتينية أمنية أم ربما بالنسبة هناك معلومات وبالتالي هناك تحسب لشيء ما؟ دعيني أقول أن العمليات الأمنية من منظور المؤسسة العسكرية في الجزائر لا يرتكز على محور أو محورين، وإنما هي ترتكز على منظور شامل، باعتبار أنه تقوم على معادلة التأمين الشامل للحدود في ظل المعطيات الإقليمية وتطورات الأوضاع الإقليمية. دعيني لو نقوم بعملية مسح سريعة على طبيعة الوضع، نحن نتحدث في إطار الحدود المتاخمة لمنطقة الساحل التي تعتبر قوس أزمات، هنالك نشاط لأكثر من 84 تنظيم إرهابي ينشط في المنطقة. نتحدث على موجة المقاتلين العائدين الذين ينتشرون سواء كان في ليبيا أو النيجر وكذلك في مالي. نتحدث كذلك على إعادة هيكلة تنظيم ما يسمى بعقبة بن نافع التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وفي إطار ما يسمى ببناء التحالفات الجديدة للتنظيمات الإرهابية وصياغة قيادات جديدة من خلال تدشين عودة نشاطه في الجارة الشرقية تونس. كل هذا يفرض على الجيش الجزائري أن يقوم بعمليات استباقية وأن يستغل المعلومات الأمنية المتوفرة لديه والتي حتى كذلك قدمها لجواره الإقليمي في إطار الحيلولة، دون ما أن يكون هنالك محاولة، باعتبار أن أهم مرتكز يعتمد عليه الجيش الجزائري هو عدم السماح لبقايا الجماعات الإرهابية أو بعض الجيوب المتبقية للجماعات الإرهابية باكتساب المبادرة في القيام بعمليات إرهابية. فبالتالي تجدين دائما أن العمليات الاستباقية وقطع الطريق سواء كان من خلال قطع طرق الإمداد والإسناد والدعم، وكذلك محاولة كذلك عدم السماح بتوفير البيئة الحاضنة، هي أحد المحاور التي ترتكز عليها المقاربة الأمنية في الجزائر، وهذا ما مكن الجزائر من تجنب العديد من أكثر من مرة عن معلومات استخباراتية. يعني هل هناك يعني تنسيق أمني بين الجزائر ودول الجوار، ولا سيما أنه مؤخرا كانت هناك مطالبات من بعض الجمعيات المغاربية بأن يكون هناك تنسيق أمني بين هذه الدول؟ دعيني أقول على الأقل في إطار التنسيق الثنائي ما بين الجزائر وتونس هنالك تبادل استخباراتي عالي المستوى، وخاصة على أنقاض العملية الأخيرة التي عرفتها تونس في منطقة عين السلطان بجندوبة على الحدود الجزائرية التونسية، كان فيه اجتماع عالي رفيع المستوى خلص إلى بناء أو تشكيل غرفة عمليات مشتركة ما بين البلدين في إطار كذلك ربط المعلومات التي يتم
التحصيل عليها في حينها مع غرفة العمليات الميدانية. يضاف إلى ذلك ما يسمى بغرفة العمليات دول منطقة الساحل في إطار تبادل كذلك المعلومات مع الجارة الغربية. دعيني أقول هنالك نوع من التبادل لكن محتشم، لم يرتقي بعد إلى مستوى التطلعات، وهذا ربما راجع لعدة اعتبارات منها السياسية ومنها كذلك أمنية في ذات السياق. لكن لو نعود فقط إلى نهاية 2016 حينما قامت الجزائر بترحيل قرابة 200 شاب مغربي كان متوجه إلى الأراضي الليبية دون مبررات، كان فيه في إطار تنسيق أمني بين الجزائر والمغرب. بالتالي أعتقد بأن المسألة تحتاج إلى إعادة مراجعة، لأنه نحن نتحدث على معطيات ميدانية ومستجدات موجودة في هذه المرحلة تقول بأن الأشهر القليلة القادمة لن تكون على مستوى الإقليم سواء كان في شمال إفريقيا أو منطقة الساحل والصحراء، لن تكون بالبسيطة وبالهينة، خاصة مع تسجيل عودة التهديد الإرهابي في أكثر من منطقة في دول الجوار. المقابلة شكرا جزيلا لك من الجزائر الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد مسب.